طيب ماشي، بدي اياك تحطي ايدك على الدقن وتحسسي على منطق العظمه، هذه عظمه الفك، وتضلنا طالعين في عظمه الفك وندخل الاصابع داخليا ونطلع شوي شوي لفوق لحد ما نوصل للمنطقه هذه. وهون بصير اضغط من جوا في عضله رئيسيه واحرك فوق وتحت فوق وتحت، بعمل جهة واحدة وبعدين برجع الجهة الثانية، بعملها مع ضغوطات شوية وبفتح الوجه الفم وبرفع الحواجب للأعلى. ثلاث أربع مرات في اليوم هذا حيخفف وجع الفك وحيخفف طنين الأذن والألام اللي ممكن تحصل في منطقة الرقبة في C2 والC1 والتشنجات. هاي المنطقة هي المثلث الذهبي الصعب اللي ممكن يعمل لكل الأعراض، للأمام للخلف وللأعلى للأذن، ما هي جارة الأذن. تحياتي لكم.